يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح ما يقال إن أفضل الأسماء ما عبد وما حمد؟ لا، ما هو حديث. الحديث خير الأسماء، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، هذا الذي ورد في الصحيح. خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، كل ما عبد لله سبحانه وتعالى. نعم.